السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. بما ان شهر رمضان المبارك على الابواب ان شاء الله ما بقى ليه والو، غادي نبدا مره كنحط لكم بحال هكا شهيوات رمضانيه. والبدايه غادي تكون مع هاد لينام بلي فخوي دماغ، جد سهلين في التحضير وكيجيو لذادين بزاف، مقرمشين وبحشوه جد رائعه. بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش الوقت وكيبغيو يوجدوا بريوات او لا دي سيجار او لا شي حاجه معمره بحال هكا على تيسا، فكيقدروا يحضروهم ويحتفظوا بهم في المجمد حتى يبغيو يطيبوهم كيجبدوهم ويدخلوهم للفرن مباشرة. نخليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. إذا أول حاجة غادي نديرها، غادي ناخد واحد المقيلة قطعتيها شوية ديال لي بواغو أو لابورو. تقريبا استعملت قياس 4 كبار. ممكن تستعملوا البصلة العادية، واحد البصيلة كبيرة أو لجويجات شوية صغيرين. غادي نزيد عليهم زيت الزيتون واحد شويه، وغادي نديرهم فوق البوطه يتشحروا شي شويه. اذا عندي هنا كذلك شويه ديال الشعريه ديال الرز، درت عليها الماء مغلي وغادي نخليها تطلق، ومن بعد غادي نصفيها ونقطعها. غادي نحتاج ايضا شويه ديال الكروفيت والكالامار، ممكن تستعملوا اي نوع من السمك بغيتو ماشي بالضروره هادو. اذا بالنسبه للكروفيت انا لقيت غير هادو لي كروفيت غريز الكبارين، فغادي نقطعهم شويه صغار. الا لقيتوا الكروفيت صغير استعملوه مباشره. اذا هنا من بعد ما نزلوا لي هاد لو بواغو غادي نزيد جوج ديال خزدو كيتهم بحلاصه حتى كنغلاضه، واحد العلبه ديال لي شامبينيون كيفما ممكن تستعملوا لي شامبينيون فقط. خزدو كذلك يمكن لكم تقطعوه طريفات صغار الا ما بغيتوش تحكوه، انا كنفضل نحكو بحال هكا باش بالزربه كيطيب وحتى في المنظر كيجيو بحال خيوط هكا في لون برتقالي كيجيو زوينين. اذا غادي نخلط هاد المكونات مع بعضهم ونخليهم يطيبوا مزيان. صافي هنا اذا المكونات كلها طابت ونزلت مزيان. غادي نزيد شويه مليحه، ما غنكثرش حيت غادي نستعمل صلصه الصوجا في الاخر غنزيدها، وغادي نستعمل هريسه كذلك. هادو مكونات بجوجهم اللي مالحين، فما نكثروش الملحه من الاول. غادي ندير شويه ديال البزار وشويه ديال دقيق الثوم، تقدروا تستعملوا الثومه طريه مباشره. اذا غادي نخلط هذه المكونات. غادي نزيد الكروفيت والكالامار من بعد ما قطعتهم. اذا غادي نخلط وغادي نخليهم فوق العافيه واحد 5 دقائق فقط، لان هذا الحوت دغيا كيطيب، ونرجعوا باش غادي نشوفوا بقيه المراحل. هنا من بعد ما طابوا لي فخوي دماغ غادي نزيد عليهم الشعريه اللي صفيتها وقطعتها. غادي نزيد شويه ديال الهريسه حسب الذوق، والقليل من صلصه الصوجا ماشي بزاف غير واحد شويه. وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضهم، نخليهم على النار واحد 2 دقائق فقط، غير على ما ينسجموا لي مزيان وعلى ما هذيك السوائل اللي مازال باقا في الحشوه تنشف. اذا هنا عندي الحشوه ديالي، ها هي جاهزه. غادي نبدا نعمر لانيم ديالي. خديت الورقه ديال البسطيله الكبيره قسمتها على زوج ودهنتها مزيان بالزبده، راه هنا دهنها بالزبده. وغادي ناخذ واحد الكميه من الحشوه وكنحطها هنا بحال هكا، ممكن ديروهم اكبر او لا اصغر حسب الرغبه ديالكم. غادي ناخذ تقريبا هذا القياس ديال الحشوه، غادي نجمع عليه جنيبات بحال هكا منا ومنا باش ما كتخرجناش الحشوه، كنسدو عليها منا من الجناب. وغادي نلف بحال هكا، كنحاول دائما نتاكد من انني ساده مزيان في الجناب، وكنضغط وكنكمل الدوره الثانيه وصافي. هلا بحال هكا بحال هكا صافي. هنا تقدروا تلصقوا بالطحين اولا مباشره تحطوه على هاد السده هنا في اللاطه، ملي غيطيب غيشد راسو. نعاود معكم وحيده اخرى. اذا دائما نص ورقه دهناه بالزبده مزيان. غادي ناخذ الحشوه ديالي بشكل طولي بحال هكا، حاولوا ما امكن تاخذوا نفس القياس باش يجيوكم لي سيغار كلهم قياس واحد. كنسد جنيبات من هنا كذلك، وكنلف وانا كنضغط على الجناب باش نتاكدوا من انهم يبقاو مسدودين.
اذا صافي انا ساليت وصففت هاد لانيم ديالي في لاطه الفران، نفرش لها ورق الطهي، زدت من الفوق دهنتهم مازال بشويه ديال الزبده مذوبه، وغادي ندخلهم يطيبوا فران مسخن تكون العافيه تحت منهم حتى كيطيبوا ويشدوا راسهم مزيان وكيبداو كيطلع لهم التحمر مع الجن. بديك الساعه كيمكن لينا نشعلوا عليهم من الفوق باش ياخذوا واحد اللون محمر. كان هذا هو الشكل النهائي ديال لانيم ديالنا بلي فخوي دماغ، كيجيو فعلا جد رائعين لذاذين بزاف، حشوه جد لذيذه والورقه كتجي مقرمشه. كيف ما سبق لي قلت كيمكن لكم توجدوهم تعمروهم وتحتفظوا بهم في المجمد حتى النهار اللي غتبغيو طيبوهم. مباشره ملي كتخرجوهم من المجمد نيشان كتدخلوهم في الفران، ما كتخليهمش يطلقوا باش ما كتقطع لكمش الورقه، كيبقاو بحال يلاه مصاوبينهم. نتمنى الوصفة والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم ما تبخلوش عليا بتشجيع، لايك، تعليق، بارتاج ديال الفيديو واشتراك في القناة بالنسبة للزوار الجدد. طبعا ما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة. شكرا على المشاهدة، نتلقى مرة أخرى إن شاء الله في فيديو آخر ومع وصفة أخرى.